اندومي عايش جوانا. امسكت الثانية. كنت أنا وأخي سامر على موعد لإجراء امتحان القبول في مدرسة الينابيع، ولكن الحادث الذي تعرضنا له جعلنا نتخلف عن الموعد واضطررنا إلى الذهاب إلى مدرسة أخرى. فيما تفكر؟ سامر، كم تمنيت أن ألعب مع هذين الشابين في فريق واحد. كنت سعيداً لأنك ستنتسب إلى الينابيع، ولكنك هوني عليك. هل ستنضم إلى فريق هذه المدرسة؟ نعم سأفعل، وأنا أنوي أن أفعل ذلك أيضاً. حقاً؟ رائع. يا لهذه المصادفة، أليست غريبة؟ أما قلتما إنكما ستنتسبان إلى مدرسة الينابيع؟ في الواقع لم ننجح في امتحان القبول، كنا نرغب في الانتساب إلى مدرسة الينابيع، وذلك كي نلعب على أرض الملعب الوطني، ولكن الحظ لم يسعفنا وانتهى بنا الأمر إلى هنا. ما؟ ألم تنجح أنت أيضا؟ ماذا قلت؟ سامر لا يرسب. شيء من هذا القبيل. على أي حال يمكننا أن نلعب في فريق واحد الآن. هذا ينطبق عليك وحدك. لن ألعب، فاللعب في فريق ضعيف كفريق الكمال أقل من طموحاتي. لا تحكم على الفريق هكذا، فمعرفة ما إذا كان فريق مدرسة الكمال ضعيفاً أو قوياً لا تكون قبل تجريبه. هل ترغبون في الانضمام إلينا حقاً؟ بهذا يكتمل نصاب فريقنا. بانضمامكم إلينا سنصير 11 لاعباً. سيسر إياد لسماع هذا الخبر بالتأكيد. من إياد؟ إياد قائد الفريق، إنه غائب منذ مدة، أبعدته الإصابة عن الملاعب، وأخيراً في إمكاننا خوض مباراة رسمية. لن أنضم إلى فريق ضعيف كهذا. إذا كان ضعيفاً فنحن من سنقويه، علينا أن نرتقي بمستواه إلى أعلى. دعنا نصل إلى الملعب الوطني معاً. لا تذهب بتخيلاتك بعيداً. كيف تطمح إلى الوصول إلى الملعب الوطني مع هذا الفريق المغمور؟ ما رأيك؟ أنا من رأيي سليم، فرصتنا لتحقيق هدفنا ضئيلة هنا. أحلامنا أنا وسليم كبيرة ولا يتسعها هذا الفريق. أملنا في اللعب مع فريق قوي يظهر مهارتنا ونجد أنفسنا فيه أيضاً، وبعد إخفاقنا في الانضمام إلى الينابيع أمست آمالنا في مهب الريح. هذا نصيبكما. مرحباً. فريق الينابيع؟ فريق الينابيع؟ ما الذي أتى بهم إلى هنا؟ هؤلاء ليسوا الفريق الأساسي. صحيح، فبشر ليس بينهم. إنهم الفريق الخامس. خامس؟ ولماذا جاءوا إلى هنا؟ في الحقيقة نحن من سمح لهم بالتدرب في ملعبنا. ولكن لماذا؟ فرقاء الينابيع الخمسة تضم أكثر من 100 لاعب، ملاعبهم لا تتسع، ولذلك نسمح لهم بالتدرب معنا مقابل إعارتنا بعض لاعبيهم. لكن أتعلم أنهم هكذا يستغلونكم ليتدربوا هنا؟ سأعيرك لاعبين ولنقم بإجراء مباراة. ماذا؟ لا يمكننا فعل هذا. هاي أنت أيها الطويل، ارسم خط الوسط. أنا؟ ألا ترى أن قائد فريقنا غائب؟ لا يعنيني، هيا نفذ أوامري أيها الحمل الوديع. أنصحك بأن تفعل ما أمرك به بلا نقاش، وإلا لحق بك ما لحق بقائد فريقكم سيدي إياد.
إياد ثانية؟ لدينا برنامج تدريب ملزمون أن نتبعه. أنت تعلم هذا جيدا. لا علاقة لنا، هذا شأنكم. منذ متى صار لديك هذا اللسان؟ اسمعني جيدا، إنكم أضعف فريق في المنطقة ولا يحق لك. من فعلها؟ أنا من فعلها. اسمي سليم، وفي إمكاني أن أتحداكم جميعا دفعة واحدة. لا شك في أن مهارتكم لا تتعدى أن تكون متواضعة. كيف تجرؤ يا هذا؟ شجرون؟ هيا هيا. أنهيت رسم الخط. أيمن، إلى المباراة. ولكن دعنا نرهم قوة فريقنا. هيا لنفعل ذلك، سنجعل غروركم يتبخر مع أول هجمة منا. سليم، هل قررت اللعب معنا؟ مؤقتا، فقد استفزوني ولا أبغض علي من المتسلطين أمثال هؤلاء. سليم، دعنا نرهم مهارتنا. هيا بنا لنفعل ذلك. يا لبرودة أعصابك. وكانت هذه أول مباراة يشارك فيها سامر إلى جانب سليم ويزن ومهران مع فريق مدرسة الكمال. أنا آسف لأنني وضعتك حارسا. لا عليك، فحراسة المرمى هي موقع المناسب. ابدأوا اللعب. إنهم غير سيئين. إن مستواكم ليس كما ظننت. غير أننا نحتاج إلى حارس جيد. وحصلتم عليه. دعنا نرهم بعضا مما يفعله الثنائي سليم ويزن. سليم. شكرا، الحقوا بي إن أردتم الكرة. يلا سرعته. يزن، إنها لك. هيا بسرعة. إنها لك. معقول؟ يا إلهي، أحسنت يا سليم، سأريهم اللعب. بصراحة إنهما رائعان. كنتما رائعين. إنها البداية. من يكونان؟ إنهما من الجدد. إنهما ثنائي منسجم. إلى المرمى. لقد صدها. متابعة جيدة. لن تصل كراتهم إلى المرمى بوجود سامر. لن يفوزوا أبدا. ليكن هدفنا الملعب الوطني يا شباب. خلقني ببرودة أعصابه. إنها لي. سليم، هيا. سنعود بعد قليل.